يعني كله تمام؟ ما حصلش عوق؟ بركة انكم بخير. لا اصلي كان قلبي مقبوض شوية وعيني كانت بترف، عشان كده تلاقي صوتي مخستح حبتين. توصلوا بالسلامة يا حبيبي. خميس، لا إله إلا الله، الحمد لله الحمد لله. أشكرك يا رب أشكرك. كرامة هاتي لي ما ياخد الدواء. شرابية طورين يا حاج. هاتي لي ما يتوضى عشان أصلي ركعتين شكر لله. حاضر يا حاج. الحمد لله أنت كريم. يبارك لك يا رب. بالراحة على نفسك سلوسي، اللهفة على اللي في سنك خطر. عايزاكي تلمي شوية مشاعرك اللي متبعترة دي، هتطفشي الراجل، هيزهق هيهج. أنا هعوزك تطلقي انتي؟ ليه يا أختي، من قلة النسوان؟ اخص الحق عليا. كنت عايزاكي ترمي العظمتين، تظبطي هرموناتك، بدل ما الحيزبونه اللي جوه تجيب لك واحده عالزيرو وتقلب لك عداد وتحط لك فطاسفره. عارفه ليه؟ عشان البيبي ولي العهد. اصل انتي ما بتخلفيش. قول ان شاء الله. ابعت لك التريلات في الميعاد. سلام حبيبي. طلباتك اوردر وجب التنفيذ يا فندينا. قد الاولى يا باشا، قد الاولى. انما عدم المؤاخذه يعني في السؤال، انت من امتى ديك في سكة النسوان الحبلة؟ توب علينا ربنا. مش سكت انا يا بجاش، مش سكت انا حبيبي. امال سكة مين؟ سكة اللي ما يلوكش وما يسألش. خميس خميس خميس، انت هنا يا خميس. الله يخرب بيتك يا بدران. هادي يا سيدي اللي لا يلوك ولا يسأل. المصيبه بتجيلي فيها. وراك ايه المره دي؟ لما دخت وراك يا خميس. انت اللي دوختني بمصايبك يا اخي. انا هتجنن. هو مين فينا المحامي بتاع مين؟ ماشي ماشي، انا بجد عايزك دبوس. ماشي اقعد، بس خد لك. الله، مش ده عم زغلول؟ زغلول اللي قلنا ابو فتنة. يا عم زغلول. عم خميس. عم زغلول. خميس مين؟ افندينا عم زغلول. الف حمد لله على السلامه. الله يسلمك يا راجل يا طيب. الله يكرمك. والله يا ابني ليل نهار كنت بدعي لك في شدتك. صادق يا حبيبي صادق. اخبارك ايه؟ الحمد لله في خير، كلنا في خير والله. يستاهل الحمد. انا بقى مش بخير. اقعد يا بدران. اخبار فوتنا ايه؟ والحمد لله ربنا كرمنا اخر كرم، وفوتنا كبرت وقت في المعهد، وده بفضل الله وفضل مساعدتك لينا يا ابني. بالرغم ايه، ساعدنا في وقت ضيقته. بسم الله ما شاء الله، كبرت يا فوتنا. ده انا قلت هاخدك بالحضن وتنططي على حجري زي زمان. مؤاخذة يا زغلول، بس الواحد فوجئ. زي اختك يا ابني. على كده الواحد غيبته طالت بقى. ألف بركة رجوعك بالسلامة يا معلم. الحمد لله الحمد لله. الظلم وحش يا فوتنا، الظلم وحش أوي. إنما إيه الكتب دي كلها يا عم زغلول؟ دي أصلها أهي نوايا بتسند الزير. زير؟ آه زير إيه؟ وأنتوا لسه بتشربوا من زير؟ ياه. وكل دي نوايا؟ الله يحفظك يا ابني. بص بقى، المعايش دلوقتي يا ابني بقت صعبة، والنفس لسه عزيزة. فانا والبنت فوتنا فكرنا في حاجه حلوه قوي. هي بتقعد على الكمبيوتر طول الليل بتشوف المعلومات المهمه، تديها لي ندبسها ونعملها في طبعه شعبيه ونبيعها بجنيه واحد للناس. اهم حاجه انها شعبيه. نعم انا ابتديت شعبي. هو ده الصح، احسن حاجه الشعبي ده. ايه يا فوتنا، مش هتسمعينا صوتك بقى ولا ايه؟
مكسوفة؟ لا مش مكسوفة. أمال إيه؟ فرحانة. اللهم صل على النبي. اشرب شايك لا يبرد يا معلم. بسم الله ما شاء الله. لا أنا لازم أمشي بقى عشان أستاذ بدران المحامي مستنيني. أنا قلت عد أسلم بس. تسلم من كل راضي يا ابني. يلا ما تنسناش يا ابني بعد علينا. واجب. ضلنا فوتنا يا خالة. فوتنا؟ فوتنا فوتنا اللي كانت واقفة هنا، ولا دي مش فوتنا دي ولا إيه؟ لا فوتنا مزعل نفسك ليه؟ أفوتنا؟ أفوتنا؟ تعال تعال خد يا فوتنا. إحنا بقى إيه؟ عالم بلدي وده سلوينة وعواد. خدي. لا ما ينفعش خيرك سابق يا ابني. ما تجيش منك أنت عم زغلول. والله خيرك سابق. ملوش لزوم يا معلم. لو عايزة تكسف إيدي ما تمدش إيدها. أنا هاخد ورقة واحدة بس بشرط. شرطي زي ما أنت عايزة يا أستاذة. تكتب لي عليها للذكرى والقلم أهو. قلم. طب ما تكتبي لي أنتِ. ماشي. ها يبقى أحسن برضه. اكتبي اللي أقول لك عليه. يا رب ابعد عنك شر الناس. أشوفك متعلمة وأحسن أستاذة في المنطقة، أحسن من الأستاذة فاطمة اللي ورا على الناس. استنى 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 زوز. هناك كل ده فين؟ الخميس. فوتنا توب علينا ربنا. تعالي وادي أحلى بصمة لأحلى حجر. لأحلى أحلى بنوتة. ربنا يحميك يا فوتنا. شرفت يا معلم. طيب السلام عليكم. نورتنا يا ابني بألف سلامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس أنا زعلان منك يا معلم هرم. ليه كفل الشر يا معلم نوح؟ في عيال من تحت إيدك بيلعبوا بدلهم من وراك في توزيع البضاعة. محدش من رجالتي يقدر يعمل كده يا معلم. عملوها يا معلم عملوها، وأنا ما أقولش كلام إلا إذا كنت متأكد منه، خصوصاً رجالة لو كان الحوار ده حيلطنا كلنا. والمثل بيقول المية بتكدب الغطاس. يلطنا ازاي يا معلم؟ ما تنورنا يا معلم نوح. رجالة المعلم بياخدوا بضاعتنا يهرسوها عشان يحلبوها، وده حرز يثبت كلامي. ده شريط من شغلنا رجالة صح؟ هو بعينه. تمام يا معلم. ماله بقى يا معلم؟ الشريط ده قبل وده شريط بعد. الاولاني ده شغلنا النظيف، التاني ده مكتوب عليه اسمنا صحيح بس مش شغلنا، شغل براني مضروب. رجالة المعلم بياخدوا الحباية بتاعتنا يهرسوها ويضيفوا عليها المضروب وبعدين يعبوها تاني ويبيعوها بنفس السعر. بعد ايه؟ بعد الشريط لما يعمل 10. واحنا بقى سمعتنا تتضرب في الحضيض وهم يعدوا الالومنيوم. مش معنى رجال تاني، ليه ما يكونوش رجال حد تاني؟ بالراحة يا معلم بالراحة، واحنا جايين نتخانق؟ لا احنا جايين نتفق وننور بعضينا. يا رجال احنا كلنا في مركب واحد، لو غير يتحطوه بينا كلنا. انا هدعبس في الحكاية دي، ولو طلع حد من رجالتي ملطوط انا هحط رجالته تحت رجلين الكل. كده يبقى عداك العيب يا معلم. واحنا كده يبقى استبينا يا سيد المعلمين. نشوف بقى حصتنا من الجديد. نشوف وربنا يهديم المعروف. امين يا رب. ما تشربوا الشاي يا رجال، ده حتى شغلنا ما بيحبش الا الشاي. البلد باظت والايام ما بقاش فيها بركه، والناس ناس بجاش يا اخويا، نفوسهم بقت وحشه، الكل بقى بياكل في بعضه، وتلم العاطل على الباطل وتلخبط الحابل بالنابل، دنيا بقت سلط على الاخر. انت جايبني عشان تفكني ولا عشان تنكد على اهلي؟
اتقل انت بس اتقل، دورك جاي ما تقلقش اتقل. كنا بنقول ايه يا اولاد ولا وصلنا لحد فين؟ السلطه يا معلم. ايوه تروح بقى ايه؟ فارك ايدك برشه كزبره وبصلايه ومخرط. معلمي ايه؟ مش ده الحوار. امال ايه الحوار؟ اختلط الحابل بالنابل. امال احنا ايه اللي دخلنا المطبخ؟ عارف كل ده لعبه جاشي؟ ليه؟ من البلاوي اللي طلعوا لنا فيها الايام دي. ايش نص احمر على ايش نص ابيض على ربع جرام ونص جرام على ايش ترامادول؟ والعياذ بالله الحاجات دي بتبوظ كيمياء ربنا اللي خلقها جوه الانسان. يعني الانسان ياخد كيمياء يضر بيها جسمه، معقوله البني ادم يضر نفسه؟ معقوله؟ ماله الحشيش؟ ماله الحشيش؟ ماله؟ طب انت بالذات عمرك سمعت عن محشش قتل؟ لا. سرق؟ لا. ثبت ناس في الشارع؟ لا. بلاش دي. عمرك انت سمعت عن محشش قدر واحد ولا حتى كشر في وش واحد؟ لا. انت سامعني؟ لا. التعبيره دي جامده قوي يا رجاله. ايه ده؟ طب انتوا عمركم سمعتوا عن محشش يتحرش بواحده؟ عمرنا. طب عمرك انت سمعت عن محشش واحد في الارض استوطى مع البنت بتاعته وبعد ما لا مؤاخذه سلبها اعز ما تملك؟ خميس ما انت سامعني اهو. حلو يا معلم. عمال يقول لك لا. ايوه ومش هو اللي بيقول ده، مخلي نفر جوه بيتكلم بداله. اطلع يا حلو يا معلم. ادي اللي خدناه بالبلاوي دي يا سيدي. طب انا بقالي 21 سنه، 21 سنه بحشش يونيتي صبح وليل. اسال عيال امي. ايوه وعمري يا اخويا ما ادمنتوش. لا عمري ما اتحرشت بواحده. الله يخرب بيوتهم، خلوا الدنيا ملهاش طعم وقالوا لنا المزاج. شد يا بدران، خد الجوزه وشد بس اوعى اتحرش بيها. ايوه ايوه اسد اسد. هو ماله؟ هو مين؟ بدران. هو جاي رايح وجاي. تاكس تاكس. رومانا رومانا استني بس، رومانا استني استني بس يا نجمة مصر. نعم انتوا خليتوا فيها نجمة ولا نيلة؟ صدقيني انت فاهمة غلط واشتري مني. يا اخي انا مش عايزة افهم حاجة خالص، انا قاعدة في بيتي ملكة، ولما تعرفوا قيمتي كويس اجوا تعالوا. مش حلو الكلام ده، ولا بيحل ولا بيربط. جات حل وسطك يا بعيد، هي ناقصاك يا ابن مفكوكة كده برضه يا رومانا. رومانا رومانا شرسة قوي بس طيبة. تعالى يا بابا، لقيت لك كام موضوع حلوين قوي، دول عناوينهم، هجيب لك بقى بقية الداتا بتاعتهم عشان نعمل كده كام كتاب حلوين. يا بنتي يا حبيبتي، بالراحة على نفسك شوية، شكلك تعبان. أنا مش تعبانة ولا حاجة، وديني بتسلى. تسلى ده إيه؟ الحاجات دي هتعطلك عن مذاكرتك. يا بابا، ما أنت عارف بنتك كويس، أنا يا دوب أبص في الكتاب من هنا أحفظه صم. والكتب دي بتعلم منها وأنا بقراها، وبرضه يا بابا القرشين اللي بنطلعهم من الكتب ديت بيسندونا. مش معقول كده يعني هنفضل عايشين على الفلوس اللي ببعتها لأفندينا. أنا كبرت يا بابا وما بقاش ينفع كده. آه والله يا بنتي عندك حق. الراجل يعني من ناحيته عمل اللي عليه وزيادة، وبيتعامل معاكي كأنك أخته بالظبط. طب سيبني بقى يا بابا كمل شغلي. حاضر يا حبيبتي، تصبحي على خير. وانت من اهل الخير. قول لك ايه،
اما لكيش حبه شاي صغننين. ربنا يخليك يا بابا، مش عاوز حاجه. طب سندوتش جبنه. يلا بابا بقى، عايز اكمل شغلي. يلا بابا، عايز طب كملي. يلا ربنا يقويك يا بنتي. اللي انت قلتهولي على التليفون ده اللي سمعته يا برنس، انت متاكد؟ ايه اللي متاكد؟ معالي الباشا، امرني معاليك، تشرف وتانس في انتظار معاليك، احنا نفرش الارض ورد. مع السلامه. ده الباشا الكبير صح؟ كملت يا شباب. احنا اتحسدنا ولا ايه؟ اطلع بسرعة لو سمحت.